Data. انتوا اخوات؟ لا، سمعني صوتك انت وهو، مش جايين نتكلم بالاشاره. ايوه يا باشا، ايوه اخوات يا باشا. عاملين لي فيها بلطجيه وبتضربوا الناس وتكسروا المحلات. ده انتوا اللي لكوا سودا النهارده. ما تتكلم كويس. نعم. بس يا مروان بس، معلش يا باشا، استاذ صغير ومش فاهم حاجه، معلش مساحه فيا انا يا باشا. مش عاجبك كلامي يا حالتها؟ بقول لك اتكلم كويس، احنا مش خايفين. يا مروان بس، انا حجزنا مش هيبان لنا صاحي. ابقى خالي اللي تعذبك دي تنفعك لما احبسك يا حبيبي. تحبس مين؟ تحبس مين انت؟ يا مروان ما قلت لك بس يا عم بس. تمام يا فندم. الباشوات عايزين حضرتك. حضراتكم مين؟ اعتبرني يا زميل سعادتك. اهلا اهلا في الباشا. كنت عايز سعادتك في كلمتين. اتفضل حضرتك تحت امرك. اتفضل معليك. تعالى يا فندم. انا مش مصدق اللي انتوا عملتوه ده. حصلت؟ اجري وراكوا في الاقسام؟ حسابنا لما نروح البيت. بابا حضرتك اهدك راس خالص. ما اسمعش صوتك. ايه ده؟ انت بتزعلنا من غير ما تعرف ايه اللي حصل. اللي حصل ان انتوا في الاسم. والله اعلم هنعرف نخرجكم ولا لا. هو ده اللي اتخانقت معاه؟ اه. انا راجل والد مروان. شوف يا ابني، انتوا اصحاب واخوات، هو ما حصل بينكم يعني ما يصحش تجرجروا بعض في الاقسام وتضيعوا مستقبل بعض. انا شايف ان احنا نلم الموضوع ده. لا، لا اصحاب ولا اخوات، انا هكمل في الاجراءات. تمام حازم يا حبيبي. بقول لك ايه بقى، انا شايف ان احنا نحل الموضوع ده احسن. انتوا ولاد ناس ومش حامل بهدله. وحضرتك مش شايف اللي عملوه فيا؟ لو سمحت انا عايز اكمل المحضر واعمل كشف طبي كمان. تمام ماشي كلامك، بس خلي بالك هما كمان متخرشمين ومضروبين وهيعملوا محضر وتقرير طبي برضه، وهتبقى كلمتك قصاد كلمتهم. ده غير بقى ان انا هوصي عليك في المحضر ان هما يعملوا لك تحليل تعاطي، وده لو طلع ايجابي دي هتبقى قضيه تانيه خالص. خلاص خلاص مش مستاهل، اعمل حضرتك شايف. اتفضلوا يا بهوات، اتفضلوا. الحمد لله ان انتوا بخير. طبعا اتخانقوا زي البلطجيه واروح اجيبهم من الاقسام، والمهم يكونوا كويسين. ما خلاص يا بابا، في ايه؟ ما كفايه التهزيق اللي هزقته لنا طول الطريق. انت كمان بتبجح. ده لولا فريد كان زمانك بايت في السجن، انت واخوك ده البلطجي. قبل حضرتك ما تشرف كان اخوك بيتخانق بس. دلوقتي ما شاء الله بينا بنروح الاقسام. الله اعلم بقى الليفل اللي جاي هيبقى ايه. طب انا اروح اوضتي بقى اريح. حسابنا بعدين. شايف يا بابا بيكلمه ازاي؟ عايز اطبطب عليه طبعا. لا بس انت بتطلبه اكتر من مروان ليه؟ انت عارف ان مروان بتاع مشاكل ودي مش اول خناقه له. مفهوم يا الهام، بس الراجل ما غلطش. مروان عمره ما دخل اسم، اشمعنى دلوقتي وعلي معاه؟ حتى انت يا بابا، هو انتوا ليه كل مصيبه عايزين تلبسوها لعلي؟ يا ناس حرام عليكم، مش كفايه اللي شافه؟ يا ستي احنا مش عايزين يلبسوا حاجه، انما المفروض ان راجي يشد عليهم علشان اللي حصل ده ما يتكررش تاني. انا هروح اطمن على علي. تعالي هنا، تعالي هنا، روحي شوفي مروان وانا هشوف علي. هو أنا وحش قوي كده لينا؟ ليه بتقول كده؟ حاسس إن أنا سبب في كل مصيبة بتحصل في بيتكم. ده بيتك زي ما هو بيتنا. بابي بس متضايق من الموقف اللي حصل. أنا عايز أمشي.
تمشي تروح فين؟ هرجع مطرح ما جيت اسيب البيت ده. وانا يا علي ومامي دي ممكن يحصل لها حاجه لو انت مشيت وسبتنا. انت اللي مصبرني على كل اللي انا فيه ده والله العظيم. ايه الاخبار؟ عامل ايه يا علي؟ الحمد لله كويس يا جدي. علي بقى احسن كتير يا جدو. طب كويس، يلا بينا نسيبه يرتاح. لا نسيبه ايه، ده هيجي معانا في الفيلا، هينام في اوضته النهارده. يلا يا علي. انا طبعا ما انكرش ان انا مبسوطه جدا ان انت واخوك قربتوا من بعض، بس يعني مش لدرجه ان انتوا تتخانقوا ونروح نجيبكم الاقسام. لو تعرف انا كنت قلقان عليك قد ايه ما كنتش عملت كده. يا بختك بمامتك اللي قاعده تطبطب عليك. لو ام تانيه كانت قعدت اسبوع بحاله ما تكلمكش. الأجر ايه يا بابا؟ وانت عايزني ازعل منه ولا ايه؟ لا يا ستي، بس انا عايزه يعرف قيمتك. في ايه يا جد؟ وما تولعهاش اكتر ما هي ولعه يعني. ايه يا ولد الكلام الفارغ ده؟ ولع قوم اقعد وانت بتكلمني. جيل ما يعلم بيه الا ربنا. وانت يا ست انت، يلا مع السلامه. انا عايز اقعد مع ابن بنتي اللي انت قاعده بتدلعيه ده عشان اتكلم معاه راجل لراجل. طيب استلقى وعدك بقى يا مارو وشوف شويه من اللي انا شفتهم زمان. انت شفت ايه زمان؟ انت دلعتي دلع عمرك في حياتك ما دلعتيه. أنا كنت بهزر يا بابا، كنت بهزر. أنا فاكر. اقعد. شوف بقى، أنا مش عايز أحقق معاك ولا حاجة. أنا بس عايز أفهم إيه اللي حصل بالظبط. مين اللي ابتدى الخناقة؟ أنت ولا علي؟ لا أنا ولا علي. حازم هو اللي دخل يدور عليا وعلي كان بيدافع عني واتضرب عشاني كمان. بابا بقى مصر ان احنا السبب وان علي غلطان اكتر مني كمان. غريبة. أول مرة أشوفك بتدافع عن علي من يوم ما جه. إيه؟ كل ده علشان انضرب بسببك؟ لا طبعًا. بس يعني أول مرة أحس إن أنا ليا أخ بيقف جنبي. وزي ما هو بيدافع عني أنا كمان لازم أدافع عنه. أخ. يعني انت دلوقتي تأكد ان علي ده اخوك؟ هو يعني ساعات بحس بغيرة من حب ماما ليه، بس النهارده الموضوع اتغير خالص. يعني ابتديت احس انها بتحبني زيه ويمكن اكتر كمان. دي جت ورايا انا، ولو ما كانش علي ظهر في حياتنا كنت هفضل لسه حاسس ان هي بتحبه اكتر مني. يعني علي دلوقتي بقى شيء مهم في حياتك؟ هو احساس جديد ان انا يبقى ليا اخ قريب مني، وبعدين ده بيساعدني وبيعاملني زي كريم. مين كريم؟ كريم ده اخو علي بالتبني، وساكن مع ناس قريبهم. يعني ساكنين فين الناس دول؟ في المطرية. بس انت بتسأل ليه؟ لا ولا حاجة، علي ده حفيدي عايز اطمن عليه. فين في المطرية؟ ولا اعرف حاجة، انا رحت هناك مرة واحدة بس وتهت كمان، فضلت متسوح والف حوالين نفسي لحد ما افتكرت انا كنت راكن العربية فين. طيب الحمد لله انكم بخير، كويس ان انا اطمنت عليكم. تصبح على خير. انت من اهله جدا. كمال انا عرفت حاجه جديده في موضوع علي. ترابيزتك محجوزه يا سامح باشا. اي اوامر تانيه؟ تسلم حماده، خلي عينك عليا بس عشان لو احتجت حجر. تحت امرك يا سامح باشا. كمال باشا وشك حلو. ازيك يا سامح؟ اتفضل يا كمال باشا. صلاح مقطعهم. زيزو شوف الباشا يشرب ايه بسرعه. اشرب يا حمد. ليمون بالنعناع. تحت امرك. مالك يا باشا؟ الولد النصاب اللي عايش في بيت عمي
لقينا بطاقته الحقيقية. لا مش بس كده، ده طلع له أخ أصغر منه عايش في المطارية. حقيقة أنا مش قادر أفهم، أنتوا إزاي سايبين الواد ده قاعد في البيت بعد ما عرفت حياته؟ الحكاية مش بالسهولة اللي أنت متصورها دي يا سامح. إحنا مش عارفين ناخد خطوة زي دي لسببين. السبب الأولاني إن إحنا عايزين نعرف مين اللي وراه من غير ما يحس. السبب التاني والأهم الهام. الهام مش هتستحمل صدمة زي دي، عشان كده الحكاية لازم تيجي بالتدريج. للدرجة دي متعلقة بالواد ده؟ ما عندكش فكرة قد إيه يا سامح. بس أرجع وأقول أنا السبب، أنا اللي اتضحك عليا يا سامح. ما تقولش كده يا باشا. يا باشا أنت مرجع لينا وياما اتعلم على إيدك ظباط، أنا أولهم. بعدين بصراحة كده أنا شايف إن الحكاية بتصعب عليك طول ما أنت لوحدك، عشان كده أنا عايز أشارك معاك كظابط في الخدمة، مش مجرد إن أنا أساعدك من بعيد لبعيد. إيه رأيك؟ موافق طبعا. والليمون جه. اتفضل. شكرا تحت أمرك. حلو ده جدا. نبتدي بقى إن أنت تبعت لي صورة بطاقة الواد على الواتساب، عشان أبتدي أكلم حبايبي يتحروا عنه. حالا. بس أرجوك يا سامح، أي حاجة توصل لها لازم تبلغني فورا، قبل ما تاخد أي خطوة، عشان أعرف أعمل إيه. أنا آسف يا باشا. مش هينفع. ليه؟ عشان من دلوقتي مفيش حاجة اسمها هعمل إيه، هنعمل إيه. كمال باشا يو ويل نيفر ووك ألون. وات؟ يا باشا ده شعار ليفربول. سيبني بقى أتفرج على الماتش، الشوط الأول خلص. اتفرج يا سيدي. تعال يا دخلوني اوضتي. اقعد هنا بس شويه وبعد كده هندخلك. اما اقول دخلوني اوضتي دخلوني اوضتي. هاتوا هاتوا يا ابني، تعال تعال. تعال. سيبيه عايز انام. هقلعك الجزمه بس. يلا عايز انام. حاضر حاضر حاضر. يلا يلا يا ابني يلا يلا نسيبه يرتاح. حد امتى يفضل ياخد الكمال لما بهدله ده وبرضه ما بيتحسنش؟ قدره مكتوب يا ابني، الرب يشفيه، صلي له. كله بسبب شغله في المصنع اللي هو فيه ده، وفي الاخر مش عارف نطول منهم لا حق ولا باطل. انا حاسس ان انا مشلول، حاسس ان انا مشلول مش عارف اعمل له ايه. مش هتعرف تعمل له حاجه، دول ناس واصلين وايدهم طايله، الرب يحمينا منهم ومن شرورهم. ما هو انا مش هسيبك لما تحكي لي اتخانقتي مع اروى ليه. عادي يعني من غير سبب. هنرجع تاني الحوارات. الو ازيك؟ انا كويسه. امتى؟ لا والله ما خدتش بالي خالص. حاضر انا اول ما اعرف هقول لك. مع السلامه. ها مروان قال لك ايه؟ انت لحقتي تلقطي الاسم من على الموبايل؟ جبارة. تاني بقى كده نتكلم دغري وتحكي لي كل حاجة. جنبي هنا. ريحي نفسك، مروان أصلا مصاحب أروى. وأنت اتخانقتي معاها، يبقى أنا كده لقطت الليلة. وأنا اللي قاعدة أقول لك ركزي مع علي وقعي علي. أتاريكي مدمرة على الحتة الطرية في بيت دياب يا بنت اللذينة. أنا مش استغلالية يا ناهد عشان أعمل كده. طب تنكري إن مروان مش هو سبب في شقلبة كيانك الفترة اللي فاتت؟ ما
هو انا فعلا معجبه بيه. ثم اعترفت يا سياده القاضي بالجرم المشهود. يا حضرات الساده المستشارين، خلاص خلاص، مالك متضايقه ليه يعني؟ ايه مشكلك معجبه بيه؟ انا عارفه ان علاقه زي دي مستحيله. مستحيله ليه ان شاء الله؟ يعني انا من طبقه وسط وحياه مختلفه، بيتهيالي اللي انا بحس بيه ناحيته ده زي ما بيسميه كده علم النفس انجذاب القضاض. لا بقول لك ايه والنبي، مش هيفك ليه وفي البيت كمان؟ ايه اللي داخل علم النفس اللي احنا بنقوله دلوقتي ده؟ حب يا بنتي مش كيمياء. بالبلدي كده يا ناهد، الناس دي ما بتتجوزش الا من بعضها. مش دايما على فكره. طب ما الامير ويلي متجوز زميلته في الجامعه، وامير السويت اتجوز عريضه ازياء. ايه ده، ما انت مش دايما بتقولي ده؟ فشهو احيانا بحب ادكن رقتي الوقت زي ده. يلا يا ليلى هنتاخر يا بنتي. عارف احلى وجبه يا ابو رامز؟ موضوع قرن الفلفل ده بيبقى عالي قوي. بالله انا والشيف ابو صبر. اكمل لك بقى يا سيدي. عمران حب يستعبط عليا وما رضيش يرجع ورديه بالنهار. خدت بعض انا وطلعت على فريد بيه. قام فريد بيه جمعنا احنا الاثنين قدام بعض. حب هو بقى يستعبط على فريد بيه، لكن انت عارف ان فريد بيه راجل قارح. قالوا ده اخر اسبوع ليك في الليل، وبعد كده نرجع على ليل وهو يرجع بالنهار. طب كويس ان انت عرفت تظبط نفسك اهو. عيب عليك يا ابو رامز، ده انا مش سهل برضه. ولا ايه؟ انا بطني قلبت جبنه سيره عمران الزفت. والنبي ابو رامز خلي بالك من المكان على باجي. طبعا. اسفه اتاخرت عليك. لا يعني لو التاخير هيخليكي حلوه كده اتاخري على طول. اتفضلي. ميرسي. عامله ايه؟ عايزة نخرج مع بعض نروح نقعد في اي حته؟ ماشي، عدى عليك الوقت، ابعتي لي عنوان على الواتس. ماشي باي. شكرا. شكله حلو. عارف ان انت شكلك بيبقى زي القمر وانت بتاكلي؟ لا انا مش كل ما اقول لك كلمتين حلوين وشك يحمر وترجع لي شعرك ورا ودنك، مش انت؟ شفت بقى كلامك الحلو؟ بس اني خليك تبارك لي. على ايه هتترقي؟ لا طبعا، نجحت في تيست مدربات الزومبا وكده هعرف ادرب زومبا في اي مكان. انت اكيد بتهزري صح؟ انت ليه بتقول كده؟ ليه بقول كده ايه بس يا لينا؟ يعني تسيبي منصبك والمكانه اللي وصلت لها في شركه في يوم من الايام هتبقى ملكك عشان تروحي تدربي البتاع اللي اسمه زومبا ده؟ بس انا عمري ما فكرت فيها بالطريقه دي. ازاي يعني يا لينا؟ انت الزمان
اسمح يا جميل واسهر معاك على شط النيل. انت الزمان اسمح يا جميل انت الزمان. صوت وهيل الموسيقار ده، انا بحب الاغنيه دي. هو فعلا كلامها حلو بس انت احلى. انت رومانسي بقى؟ لا مش قوي يعني. انت برج ايه؟ العقرب. بس العقرب مش رومانسيين خالص. ثواني، انت التوأم بتاع لينا. لينا عذراء اخر اغسطس، يعني انت عذراء زيها. عقرب ايه بقى؟ يا لهوي، كل ده فاكر ان انا مواليد شهر 10؟ انا التغيير اللي حصل لي في حياتي ده لخبطني خالص. طب ركز بقى شويه. ماشي يا ست ركز. طب انت بقى موضوع الابراج ده عندك بالفطره يعني، ولا انت دارسه، ولا انت علمت فلك، ولا ايه؟ لا انا وانا صحفيه، لما كنت بشتغل صحفيه كنت بكتب شويه في الابراج، فعندي فكره يعني. والله عشان كده رفدوكي؟ على فكره ما اترفدتش، انا استقلت. اوكي انت جامده يعني. بجد انا ممكن احلل لك شخصيتك من برجك. ازاي بقى؟ يعني بص يا سيدي، هو رومانسي حتى لو مش باين عليه. صادق في مشاعره. صح. وعنده اساليب كتير بيبين بيها مشاعره غير الكلام. زي ايه بقى؟ زي هدايا، بيجيب هدايا للي بيحبها من غير مناسبه، ومستعد يضحي علشان اي حد بيحبه. واحنا لحد امتى هنفضل نلف وندور حوالين بعض؟ لينا انا بحبك وعايز اتجوزك. لا هو واضح كده ان برج العذراء كمان مفجوع. لا لا خالص، ده بس عشان ما فطرتش من الصبح. لا بالهنا والشفا. لا عنيك. طب قولي بقى، البنت اللي في برج العذراء عاملة ازاي؟ مواصفاتها ايه؟ بنت العذراء ذكية ومنظمة، بيبان ان هي باردة بس هي رومانسية جدا، تجذبك بطريقة كلامها عشان تعرف تتكلم كويس. تقريبا هي دي الحاجات اللي انا اعرفها. سرحان في ايه؟ فكر بس انت قد ايه شاطره في موضوع الابراج ده. عايله والله. طب احنا اتاخرنا؟ عندنا شغل بكره، راح اغسل ايدي واجي. ماشي. لينا انا خرجت مع علي، هروح واكلمك واحكي لك كل اللي حصل، بس انا مبسوطه. علي تقل معادك لوحدك كده. مستنياك، ممكن اتكلم معاك شوية؟ طبعا. ايه في ايه؟ علي انا اكتر حاجة عجبتني فيك انك صريح، ودي نفس الحاجة اللي خلتنا نقرب من بعض بسرعة. ممكن أسألك عن حاجة وتجاوبني بجد بصراحة؟ حاجة ايه؟ انت عاوز ايه من داليا؟ يعني ايه يعني عاوز ايه من داليا؟ يعني اتكلمت معاك قبل كده في الموضوع ده وقلتلي مش بتفكر فيها، وبعد كده اكتشف ان انتوا بتخرجوا مع بعض وما بتقوليش، معرفش ليه. انت اخويا وداليا انتمتي، يعني اي مشكلة هتحصل هخسر داليا خالص. لا ما تقلقيش مش تخسريها، انا بس عملت بنصيحتك يعني. داليا اي راجل يتمناها ويحبها ويتجوزها وتعجب اي راجل يعني.
المهم ان انت تكون متاكد من مشاعرك عشان ما تجرحهاش هي في الاخر. انا اجرحها ليه يا لينا؟ انا ما قلتش. بقول لك يا لينا، روحي قولي لها اي حاجه تحصل ما بيننا احنا الاثنين انت مالكيش دعوه بيها، ماشي؟ حلو كده؟ اه انت بتتكلم كده ليه؟ عشان مش فاهمك يعني. متضايقه قوي ان انا خرجت مع داليا من غير ما اقول لك، ما انا ما اعرفش اي حاجه عن خروجاتك. خروجاتي؟ خروجاتك مع مالك الفتره دي. ما ده الموضوع يا علي اللي كنت عايزه اتكلم معاك فيه. مالك عاوز يتجوزني؟ طب انت قلت له ايه؟ ما قلتلوش. انا متلخبطه يا علي وبجد محتاجه رايك في الموضوع ده. انا مالي؟ انا اللي اتجوزه؟ لينا معلش انا عايز انام. صباح الخير. صباح الخير يا سامح. يا صباح الفل كمال باشا. انت خارج ولا ايه؟ ايوه يا سيدي انا خارج، بس كويس انك جيت. انا كده كده كنت هكلمك واطلب منك انك تيجي. ليه؟ حصل حاجه ولا ايه؟ خلينا نتحرك دلوقتي ونتكلم في الطريق. يلا بينا. اتفضل. اتفضل كمال باشا. بص يا ابني، لو هاني باشا سال عليا قول له ان انا راجع تاني، احتمال اتاخر بس انا راجع. عمر سعادتك يا فندم. يلا باشا. هو في ايه؟ هنتكلم في الطريق، تعالى بس. يا رب. ايه يا دكتور؟ طمنا. مخبيش عليك، الحاله سيئه جدا. بدير مريض بالسرطان، واللي حصل له خلى حالته تسوء، خصوصا انه اتمنع من اخذ العلاج طول فتره غيابه، وواضح كده انه اتعرض لضغط شديد جدا، عمل له انهيار عصبي حاد. بيني وبينكو الحاله مش مطمنه ابدا. قول لي يا ابني، هو بدير ابني هيفوق امتى؟ هو حالته صعبة يا دكتور. لا لا خير إن شاء الله يا حاج، بس أنت ادعيله، ادعيله ربنا يشفيه. يا رب. ربنا يشفيك يا بدير أنت وكل العيانين. ربنا ينتقم من اللي كان السبب. حسبي الله ونعم الوكيل. بعد إذنك يا دكتور، إمتى أقدر أستجوب بدير؟ يعني مش أقل من 3-4 أيام. ده إذا كانت حالته تسمح. عن إذنك. اتفضل. ايه رايك يا سامح؟ دي ما فيهاش راي يا كمال بيه. الحيوانات اللي عملوا كده في الدير انا مش هسيبهم. القضيه دي بقت بتاعتي سعادتك. متشكر قوي يا سامح، تعبتك معايا. ما تقولش كده يا كمال بيه. بابا انا اتاخرت على شغلي، فانا هضطر امشي. ماشي؟ روح شغلك يا ابني، انا هعمل الواجب ده وهروح البيت على طول. ماشي، مع السلامه. قلبي معاك يا ابو بدير. متشكرين قوي يا كمال بيه. حق العمال رجع لهم تالت ومتلت. الاولاني راقد في بيته مش داريان بالدنيا، والتاني راقد هنا في المستشفى بين ايدين ربنا. يا ريس عدلي، ممكن تهدى؟ انا هادي، هادي قوي. انا بس حبيت اشكرك واقول لك كده بقى الرساله وصلت. يا ريس عدلي، محمود بيه لا يمكن يرضى باللي حصل ده، واحنا مش هنسيب حق حامد وبدير الا ما نرجعه. كده الريس عدلي كان من عمال شركتنا، النخيب سامح هو اللي متولي قضيه حامد وبدير. يا ريس عدلي انا عايزك تطمن، الناس اللي عملوا كده في بدير احنا مش هنسيبهم وهنجيب حقهم. يا ريت يا باشا، لحسن كلنا ابتدينا نصدق إن الغلبان ملوش تمن في بلدنا دي. دكتور! دكتور! دكتور يا أخوان! كرسي بسرعة دكتور! دكتور وهات الكرسي! أكتر حاجة تقلق لما يفوقوا من اللي هما فيه ده ويتكلموا. حتى لو فاقوا من اللي هما فيه مش هيعرفوا إننا ورا الموضوع ده أصلاً، وما عندهمش أي دليل يقدموه ضدنا. هو في حد تاني غيرنا له مصلحة يعمل كده؟ احنا مالنا؟ اتنين عيال صيع عايشين في بيئة قذرة، أكيد ليهم عدائات وراهم مصايب.
بس ما تنساش برضه ان كمال وسامح الضابط اللي معاه ده حاطين راسهم في كل حاجه. ليش حال ما كنت انت لسه قايل لي ولا يعرفوا يوصلوا لحاجه؟ لان العمال دي بعد ما هتفوق هيبقوا خايفين من ظلهم وهيمشوا جنب الحيط ومش هيقدروا يفتحوا بقهم بكلمه. انا مش مطمن. انا عندي فكره تطمنك خالص وتبعد عنك الشبهه في اللي حصل لحامد وبدير. ايه؟ تاخد بوكي ورد وتروح تزور بدير في المستشفى. انت بتهزر يا فريد؟ بتهزر في وسط القرف اللي احنا فيه ده؟ انا مش بهزر، انا بتكلم جد. مش بس كده، تخلي العمال يشوفوك وانت بتزوره، والدكاتره اللي بتشرف على علاج بدير تشوفه هو بيتعالج في انهي جناح وتنقله للجناح الخاص ابو فلوس، وانت اللي تحمل تكاليف علاجه من جيبك الخاص. انت عايزني اروح برجليا لوحدي للعمال؟ انت مش عارف ممكن يستقبلوني ازاي؟ بالابتسامات الواسعه. لان العمال اللي هيكونوا موجودين هناك وانت بتزوره عمال المصنع المقربين الينا، يعني من رجالتنا، وانا هظبط معاهم يعملوا ايه كويس. ما تقلقش.